بنرجع لها رسمية. أوكي. في قائمين موجودين عليها، في دستور موجود بيخدمنا كمصورين. في عادة أي بداية لأي شيء محتاج إلى قاعدة كبيرة تشتغل عليها تأسيسية. ما تقدر تطلع على أمور قبل ما يكون الأساس جاهز. فالسنة هذه كلها اجتماعات وتركيز لتثبيت أمور كثيرة. فيمكن المتلقي ما يشوف الحركة هذه بشكل كبير، لأن لازم الجهد اللي قاعد يبذل الآن هو وضع الأساسيات كلها. يعني بعد مرور سنة الواحد بيشوف في برامج تعليمية، بيشوف في معارض موجودة، الجهود كبيرة جدا تبذل في الواقع. حلو. طيب سؤال، يعني هو سأل سؤال ثاني عن تصوير الرياض، هل هو سهل ولا لا؟ هو يحتاج لعدسات خاصة، معرفة بالتصوير، سرعة بديهة، سرعة التقاط. حلو. طيب سألتك من شوي سؤال، يعني قبل ما ننتقل كنا للبارت الخاص بالريبورتاج، عن الغيوم، تصوير الغيوم. شو اللي بيشدك لأنت وبالطيارة مثلا مسافر من بلد لبلد؟ كتير حسيت عندك يعني توجه، ما بعرف، يعني احيانا تشوف انه الغيم، يعني طريقه انه اول مره بتشوفه مصور بهالطريقه، هي الغيم في طريقه معينه حتى تصور؟ شو اللي بيشدك في رومانسيه مع الغيوم، وخصوصا مع وقت الغروب؟ اوكي. في تكوينات بتطلع جميله جدا، هي بتضيف سحر للصوره واحنا على الارض، فما بالك لما تكون طب انت وبالطياره، يعني انت وبالطيارة، يعني في 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 هو الزجاج او النافذة، خلينا نقول، هي ما بتكون عائق مثلا لاي مثلا شوت انت بدك تاخذه او اي صورة؟ هو حظ المصور، لو كانت زجاجة وسخة راحت عليه بغير مطرح الطيارة. لو كانت نظيفة بالعكس، يعني الفوكس بيكون بعيد عن نقطة الزجاجة، ما بيكون الفوكس في الزجاجة، فاي شيء حتى لو في غبار او شيء موجود هو ما هيدي بيطلع. الصورة مثلا، ايوه، يعني هنا من بعيد العدسة مقربة الغيم من مسافة بعيدة، فبالتالي ما في الفوكس عندي صار في نقطة بعيدة. اوكي. تضيع عندي حتى لو في وسخ ولا شيء على الزجاج ما راح يبين. انا في صورة تانية غير هيدي لفتت انتباهي، اللي هي بين يعني بالطيارة بين البحر والارض والغيم، ان شاء الله نقدر نشوفها. خليني اخذ اول شيء اتصال. الو، يا الو، هلا، تفضل. تفضل. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير لكل محبين قناة السعودية، مساء الخير لهذا البدر الذي لا يغيب في سماء الصورة السعودية، مساء الخير إلى من يجذب خيوط النور ليكتب مشاعر خاصة عبر صور تسافر بنا إلى ملامح الجمال، إلى أستاذي وأخي الكبير الأستاذ محمد شبيب. مساك الله بالخير أخي يونس. يا هلا يا أستاذي. يعطيك العافية حبيبي. سعيد بطلالتك على شاشتنا الحبيبة التي تحمل اسم عزيز على قلوبنا، قناة سعودية. شاكر لهذه الإطلالة، وشاكر للقناة التي أتاحت لنا التواصل معك عبر هذا اللقاء الرائع الذي استفدنا منه أولا وأخيرا، وأنت أستاذ ومعلم. حبيب قلبي، يعطيك العافية. والله أنا سعيد بمتابعتك وتواجدك ويانا، وسعيد بمعرفتي فيك. ما شاء الله، الرجل الخلوق المعطاء، الفنان الكبير يونس سليمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا أستاذي. أنا طبعا أستاذي شاهدت فيك